في اليوم العالمي للتسامح، قول لي اخر مره سامحت حد كانت امتى وليه؟ حالا مديري في الشغل في التيم حصلت مشكله، حطينا انا في وش الموضوع، فالحمد لله يعني تداركت الموضوع، قدرت ارجع شغلي تاني بس في تيم تاني، بس لسه بقابله دلوقتي والحمد لله يعني من قلبي سامحته يعني. بس يا ترى لو هو بقى في مكاني كان ممكن هو يسامحني؟ او لو حصل موقف زي كده هو هيتغاضى عنه؟ الله اعلم، مش عارف. هو انا بسامح اي حد يعني لما بيحصل موقف وبتضايق منهم، فلما يعني الشخص ده بيرجع لي عشان اسامحه بسامح على طول، يعني بيصعبوا عليا وكده. والله مش فاكر بالظبط، بس يعني ما بزعلش من حد عموما يعني، ما فموضوع التسامح ده مش في دماغي قوي. بس هو احسن حاجه يعني عموما انك ما يعني ما تبقاش حاطط في دماغك ان لا ده هتسامحه ده هتزعل منه ده مش عارف ايه، تبقى الدنيا كده ماشيه عادي، اللي يزعل يزعل اللي يفرح يفرح. لسه مصاحب واحد صاحبي امبارح، يعني كان في مشكله ما بيننا وكده في الجامعه، وصالحته امبارح سامحته. كانت واحده صاحبتي، هي كانت البيست فريند بتاعتي، فيعني وانا من النوع يعني صعب جدا اني اسامح حد، بالذات لو حد عزيز عليه ويكون عمل مشكله يعني معاه جامد وكده. بس يعني انا كنت اعرفها بقالنا مع بعض يجي 9 سنين او اكتر، فيعني كنت دايما انا اللي بسامحها يعني لو حصل اي مشكله، ولو حصل مشكله بيني وبينها يعني كنت انا اللي ببدا ان انا اتاسف وكده. فالمشكله هي كانت ان في انا وهي كنا متخانقين مع بعض، وفي واحده كنت متخانقه بقى معاها صاحبتها التانيه دي، كان خناقة بسيطة يعني. فالبنت التانية قالت لي هتدخل وصالحكوا على بعض وكده، فقلت لها لا عادي احنا هنرجع لبعض اصلا يعني، والحكاية يعني عادية. فحكت لها الموضوع وكده، فراحت قالت لها كلام عني وحش يعني، فالتانية صدقته والاتنين قعدوا يتكلموا عني يعني وكده. فانا بعد كده عرفت الموضوع ده يعني من اللي قالت لي ان هي هتصلح بينا، ان هما يعني كانوا يتكلموا مع بعض عني وكده. فروحت اكلم، هو انا ما كنتش مصدقه اصلا اللي حصل يعني، اللي هو البيست فريند انها تكون يعني عملت حاجه زي كده واتكلمت عني من ورايا يعني وكده. ف لما عرفت الكلام فروحت كلمتها يعني وقلت لها انا عرفت ان حصل كذا وكذا وكذا، فهي يعني كانت انكرت اللي حصل يعني، وان هي يعني ما قالتش حاجه زي كده وان مجرد كلام. فقالت لي انت هتصدقي كلام حد بيقول عني كلام يعني وكده؟ فانا قلت لها الكلام ده حصل قدامي يعني، وعرفت كل اللي حصل. سامحتها لان قلت يعني كانت دايما طول حياتها معايا واقفه معايا يعني في كل حاجه، وافتكرت كذا مشكله كانت حصلت قبل كده في الفصل او كده كانت دايما بتقف معايا ضدهم، فقلت ما جاتش على مره يعني كانت ممكن ما تقصدش او بتهزر او كده، بس في الاخر سامحتها يعني. هو اخر موقف انا سامحت فيه حد هو كان من قريب، بس يعني الحمد لله سامحته يعني. انا بقول التسامح يعني شيء حلو جدا وكويس ان الحد يعرف يسامح. انت لما بتسامح يعني ربنا بيسامحك اول حاجه طبعا، وبتبقى اهدى، بتبقى احسن يعني، مش لاقي كلمه معينه بصراحه يعني تقدر توصف يعني الموضوع. سي هو انا بطبيعتي يعني مش بسامح اي حد، ومش بسهوله ده بيحصل، انا من النوع اللي هو حساس شويه، فانا المواقف بتاثر فيا، فصعب ان انا اسامح حد اللي يعني لو كان عزيز عليا قوي. حته ان انا اخر مره سامحت حد هو انا يعني ما انت قابلتيني دلوقتي، انا كان معايا حد في الشغل حصل ما بيننا كلاش كده، ف يعني هو المسامح كريم بس انا مش كريم يعني. بس اعتقد ممكن يعني لو هو بدا بان هو يحاول ان هو يرضيني مثلا ممكن ان انا اسامحه، لان هو كانت الغلطه منه والغلطه كبيره يعني، بس انا بحتاج هو يكون صاحب الفيرست ستيب يعني.